بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية طيبة استكمالا لموضوعنا فيما يخص الصناعات الدقيقة مايكرو اند نانو فابريكيشن. سنتحدث الآن عن المشغل الميكانيكي الحراري أو ما يعرف بالثيرموميكانيكال أكتويتر في عملية تصنيع الرقائق الإلكترونية. طبعا هنا عندي رقائق سيكون قبله وبعد النسيج. النسيج هو الفابريكيشن، قبل تكون هكذا شكلها يعني بدون أي أنماط في الداخل، بعدها تحصل على أنماط على شكل رسومات تقريبا. هذا ما جعلني أطلق عليه النسيج، على أنماط في داخل الرقاقة السيليكونية، مما يجعلها تعمل عندي على شكل دارة إلكترونية أو دارة كهربائية مصغرة بين قوسين إلكترونية. طبعا عندنا هنا الباي مورف. طبعا المورف باللغة اليونانية أو اللغة الإغريقية هي معناها اثنين. هي عندي الباي مورف، هي قطعة معروفة جدا في عالم الإلكترونيات، هذا هو شكلها. هنا عندي باللون الأخضر في Si2 سيليكون دايكسايد، باللون الأزرق بالكروم، هذا من هنا لفظة المورف. طبعا هنا عندي كما قلنا الكروم، بالأخضر عندي السيليكون. طبعا لو أنا طبقت فرق جهد على الكروم سيحصل عندي تمدد للمادة، فيحصل عندي هنا الفراغ الحراري، انه التيار اذا انا طبقت فرق جهد هنا سأسبب تيار عبر قطعة الكروم هنا، يعمل هذا على رفع حرارة القطعة، يعمل على الاكسباندد على التمدد، ومن هنا يصبح عندي انا قادر على التحكم في الخصائص الكيميائية والفيزيائية لهذه المادة، وبناء عليه استطيع تصميم الدارة كما اريد. طبعا الثيروميكانيكال اكتويشن ساندويتش اوف تو ثين فيلم، سهو بين رقاقتين، ديفرنت ثيرمال اكسبانشن كوفيشنت الفا. انا عندي هنا معامل تمدد خاص في كل مادة الفا، دلتا تي انديوسس بندنج، انديوسس بسبب التيار الذي يمر عبر الرقائق. عندي هنا سو عندي راديوس اوف كورفاتشر او نص قطر الانحناء، ون اوفر ار هو يساوي بيتا كونستانت، حيث أنه اقتران للزمن واقتران للمجال الكهربائي. دلتا الألفا ثيرمال اكسبانشن كوفيشنت، بما أنه دلتا ألفا هو التغير في معامل التمدد للمادتين، ووحدته واحد على كي. يوجد عندنا أيضا دلتا تي تمبراتشر ديفرنس، أيضا بوحدة الكلفن. ايضا هنا نستطيع ان نتعلم، هنا ايضا عندي كل هذه معطيات كي 3 ال اوفر ال كيوب اوميجا سكوير روت اوف كي على افكتيف ماس، وكل عندي الاي هي اريا اوف مومنتس اوف انرشيا، عندي اللينث اوف ذا بيم، تي هو الثيكنس والويث، وبيم افكتيف ماس، عندي سبرينج كونستانت الكي من كنت اتعلم معي في مادة ميكانيكا الكم ومادة الليزر يعرف ماذا أقصد في الكي، العدد الموجي، اي يونغ ماجلس نيوتن بير متر سكويرد، أيضا يوجد عند السترين اللي هو بوحدة باسكال، ويوجد عند ريزونيتر أنجولر فريكونسي. إذا في عندي هنا الآن الكلينينج روم، وهي خطوات تصميم هذه الرقاقة الإلكترونية. ما هي خطوات تصميم هذه الرقاق؟ طبعا هذه الخطوات قد تختلف من معمل إلى آخر تبعا باختلاف التكنولوجيا المتبعة، وتبعا باختلاف شروط التي يجب أن تتوافر فيها. ونأخذ نحن عندنا الآن باللون الأحمر، عندي هذه الأسماء العناصر، عندي هنا عملية الكلينينج روم، عملية الغرف النظيفة التي من خلالها أنا أستطيع أن أحصل على الرقاقة السيليكوني. عندي في النقطة الأولى عندي هنا الـ RCA
ايه كلينينج، مرميكم خل يفتح على اليوتيوب ويرى فيديو عنها، يسمى هي الويت اوكسيديشن. هنا انا اضع عليه هنا ويت اوكسيديشن، هنا اس اي او 2 ثاني اكسيد السيليكون 1100 سيليسيوس 6 ساعات، يعطيني حتى اغطيها بالطبقه هذه اللون الاخضر بمقدار سماكه 1.5 مايكرومتر. طبعا هنا عندي تختلف باختلاف الزمن، هنا لاحظ نو اس اي او 2 لاحظ يكون شكلها رمادي، هنا الالوان تختلف باختلاف الزمن وباختلاف الماده التي وضعت عليه، تختلف الوان الرقاقه السيليكونيه في هذه الحاله. اذا هذه هي الخطوه الاولى في عمليه هي الويت اوكسيديشن، هي 1100 سيليسيوس 6 ساعات 1.5 مايكرومتر. الخطوة الثانية عندي هنا Physical Vapor Deposition أو ترسيب البخار الفيزيائي، هي نحصل في هنا نحصل على 500 نانومتر سمك رقيقة الكروم. إذا هنا تخرج في العملية السابقة بهذا الشكل SI Wafer هنا بأنها رقاقة سيليكون زائد 1.5 مايكرومتر SiO2، لأنه أيضا طعمناها أو غطيناها أيضا ب 1.5 مايكرومتر من أكسيد السيليكون. في ترسيب البخار الفيزيائي نحصل بلس 500 نانومتر من الكروم، من نأخذ إضافة 500 نانومتر من الكروم. طبعا باستخدام كيف نحصل عليه؟ باستخدام شعاع إلكتروني صادر عن عملية التبخر الفيزيائي، نستخدم شعاع إلكترونات تندفع من المادة من الكروم. هذا الشعاع إلكترونز بيم يعمل على تغطيتها، عمل غطاء على الرقاقة بمقدار سمك 500 نانومتر. طيب الصورة جانبا تظهر الغطاء ب 500 نانومتر. موصل غطاء يسمح للتيار برفع درجة الحرارة، يعني انه موصل رقيق جدا، اذا التيار يستطيع ان يلامس الرقاقة فيرفع درجة حرارتها. هذا هو الهدف purpose من ال PVD Physical Vapor Deposition. ايضا اختيار الكروم لانه يحمل، لماذا نختار الكروم؟ لانه يحمل معامل تمدد طولي يختلف كثيرا عن السيليكون، وبناء عليه لا يحدث عندي تداخل أو interference in expansions between two materials، لا يدخل عندي تداخل في تمدد كلا المادتين في هذه الحالة، يكون عندي فرق في كلا المادتين. إذا يستطيع عندي تحديد واستطيع عندي تحكم في تمدد أو مقدار تمدد كلا المادتين. ها هنا تضع، طبعا هنا نضع الكروم، هنا الرقاقة تضع بالأعلى، نغلق الباب هنا، فيحصل عندي حزام من الإلكترونات يندفع إلى الأعلى، يولد عندي هذا الشكل في اللون الرمادي. طبعا عندي الخطوة الثالثة الرسم، عندي هنا ما يعرف بالفوتوليثوغرافي أو الطباعة الضوئية لتنميط الكروم الحراري. الطباعة الضوئية فوتوليثوغرافي to pattern the CR heater. طيب الرسم بالأحمر هو عندي بالحاسوب heater mask design layout بالحاسوب، ومن ثم عملية fabricated result عملية الإنتاج. هنا fabricated result عملية النسيج كما قلنا أنا كعملية النسيج fabricated عملية نسيج على الرقاقة الإلكترونية بهذا الشكل. إذا هنا بصورة حاسوبية، هنا بعد عملية الإنتاج لهذه الرقاقة. هذه هي الصورة، من منكم يعني يود أن يراها؟ أيضا على اليوتيوب فوتوليثوغرافي to pattern the CR heater. الخطوة الرابعة عندي تنميش الكروم CR etching، أيضا هي معروف بعد تنميش الرقاقة في الخطوة السابقة يظهر عندي تباين لوني قوي جدا، يظهر عندي تباين لوني قوي جدا. يستطيع إزالة هذا التباين اللوني من خلال عملية التجريد الضوئي، عملية التجريد الضوئي resist remover stripping. هنا نتخلص من هذا اللون. هنا after lithography after CR etching and PR stripping هنا بهذا الشكل. هذا هو شكل الجهاز المستخدم، نحصل عندنا على هذه الرقاقة. لاحظ هنا
هنا عندي أنا الذي يهمني هنا الموصلات التي تهمني، التي من خلالها أستطيع أن أوصلها في الدارات الإلكترونية لأتحكم فيها. طيب فوتوليثوغرافي، فوتو ستريبينج عفوا. الآن في الخطوة الخامسة، أيضا عندنا في الخطوة الخامسة هنا عندي فوتوليثوغرافي تو باترن ذا اس اي او 2 بيم. هنا أي يعني الطباعة الطويلة تمييط أكسيد السيليكون اس اي او 2 بيم هنا بهذا الشكل. أيضا أنا هنا الآن أنمط أكسيد السيليكون. هذه هي عندي الآن الصورة، كانتليفر ديزاين لايت الكانتليفر، ها هي عندي هنا الأذرع المبانة بالشكل هنا ديزاين لايت فابريكيتد ريزلت. بعد عملية الفابريكيتد، عملية النسيج، عملية التصنيع، تكسب الشكل بعملية البناء الضوئي الثانية طبعا. وهنا يحمي أكسيد السيليكون قبل عملية التنميش. هنا الطباعة الضوئية تحمي أكسيد السيليكون من عملية التنميش من خلال عملية الفوتوريزيست. نحمي هذه الطبقة حتى تصبح عندي جاهزة للاستخدام بشكل مباشر. عندي تنميش أكسيد السيليكون، أيضا تنميش أكسيد السيليكون، تنميش 1 مايكرومتر من السيليكون حتى أنا أنمش أو أعمل على الـ etching of 1.5 مايكرومتر، فإني أحتاج لحوالي 20 دقيقة من خلال عملية buffer hydro etching. هنا SiO2 with etching by VHF resist strapping. هنا أيضا عملية تنميش مرة أخرى design with heater and cantilever. هي الكانتليفر، هي الأذرع هنا الإلكترونية التي أحتاجها باستخدام الحرارة. fabricated result بهذه الحالة. طبعا careful VHF is dangerous. طبعا نقول لي بأن عملية ال VHF العملية الكيميائية هنا الحفر الهيدروليكي هي عملية خطيرة جدا، عملية كيميائية جدا تحتاج لحذر شديد عند إعداد الدارة أو عند إعداد الرقاقة الإلكترونية المراد تصنيعها من مادة السيليكون. هي صورة أيضا من المعامل تظهر، لاحظ كيف أن الرجل الذي يعمل هنا كيف أنه ما يأخذ احتياطات كبيرة جدا للتعامل مع هذه الحالة. يوجد عندي نهاية هو تنميش السيليكون بايمورف كانتليفر ريليس anisotropic is eye etching in OH 40% 60 سيليسيوس optical microscope image. طبعا الصورة الضوئية الأوبتيكال مايكروسكوب ليست واضحة، نستطيع أن نوضح الصورة الأنماط التي تم نسجها في هذه الحالة. لاحظ الرقائق هذه البسيطة جدا التي تم نسجها أخذت هذا الشكل، شكل هذا شكلها الصناعي أخذت هذا الشكل من خلال عملية التصنيع، لهذا سميت الرقائق. بالصورة الميكروسكوب الضوئي العادي لا يمكن رؤية هذه الأنماط. نستخدم الـ SEM أو ما يعرف ب متجر المسح الإلكتروني SEM، هنا Scanning Electron Microscope. هو طبعا أنا تحدثت عنه في صفحة على الفيسبوك وعن مخترعه الذي حاز على جائزة نوبل. أمكننا رؤية هذه الأنماط، يمكننا رؤية هذه الأنماط، لاحظ هنا بهذا الشكل. من هنا أنا أصبحت جاهزة، لاحظ هنا أصبحت جاهزة للتوصيل وللاستخدام. طبعا الآن أنا مقاومتها كرقائق كاملة أصبح عندي عند وصل بعض 50 أوم ريزيستنس. أيضا هنا عندي شكلها أيضا كيف أنها تعمل من 0 إلى 120 ملي أمب. هنا لاحظ كيف أنه يكون وضع طبيعي تقريبا. هنا بدأ يأخذ تقريبا شكل النمط، ارتفعت الحرارة أكثر. هنا بالنهاية عندما وصل 120 أصبحت تضيء ومن ثم تتحطم الدارة. أرجوكم الانتباه إلى هذا الكلام.
مرة أخرى لا تبخل من الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. شكرا لكم، سلام الله عليكم.